دخلنا من الفتحة دي. بعد كده بقى او ماي جاد على المكان، حاسس ان في هجمه مرتد، كنت حاسس اقسم بالله. بسرعه في الباب، بسرعه بسرعه في الباب. ازيكم يا كوبيس، عاملين ايه؟ طب يا جدعان، بما ان في ناس كتير جدا عجبتهم اللعبه وقالوا لي كمل في اللعبه، فانا جايب لكم الجزء الثاني من اللعبه دي. واللعبه دي اسمها ايه؟ استري، للناس اللي عايز تعرف اسمها، لان في ناس كتير جدا سالتني اللعبه دي اسمها ايه. خلينا نخش على الفيديو وربنا يستر على الغاز وعلى اللي يحصل في الحلقه بتاعتنا بتاعت النهارده. خلونا نبدا، ليتس جو. طب يا جدعان، كنا واقفين المره اللي فاتت في الحته دي وعديناها غالبا، ما عديناش الحته دي المره اللي فاتت، لا كنا وقفنا هنا، كنا وقفنا عند الروبوت دوت فعلا. جميل جدا، ضرب البتاع هما تقريبا المكان اللي هما اللي انا فيه دوت، هما بيخافوا من القطط فيه، يعني هما مش معتبريني كائن غريب عليهم. خد ياض، ده الروبوت دوت كانت رجله بتوجعه تقريبا يعني. شو ده؟ ماشي هيتكف على وشه. ايه يا ابني انت شايف اسد؟ ده حته قطه يا ابني. لا اله الا الله، ده تقريبا كبير المنطقه شكله كده. اه عنده رجل ورجل يا جدعان، عنده رجل لون ورجل لون. ايه اللغه دي؟ طب انا مش فاهم حاجه من اللي بيحصل ده، بس هو شكله يعني يا راجل طيب يعني. الله 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 الله، ايه الازعاج ده؟ خلاص هانو، قال لهم كله تمام يعني، اطمنهم قال لهم كله تمام محدش يقلق يعني. شكله كده، شكله قال لهم ان 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 كله في السليم محدش يقلق. شكل الراجل ده كبير المنطقة، خلاص كده صاحبت على واحد اهو من كبير المنطقة. نكلمه، you look lost what do you need. لا الكلام ده كتير عليا مش هقدر اكمله يعني. ماشي، هو شاور لي على مكان حلو. ايه ده بقى؟ دونت ايه؟ يعني ما تترددش تقريبا كلمني في اي وقت، حاجة زي كده. ماشي، اه دي المنطقة اللي كان السعدي قال عليها ان انت تقعد فيها طويل. طيب خلينا نستعين بصديق، خلونا نستعين بصديق يا جماعة. يلا يا زميل. ايوه انا اهو، انا في المنطقة دي المفروض يعني، اللي هو عندك تقريبا دوت. هو قال لي روح لمومو. تمام، بص بقى تلاقي مومو عند العلامة البرتقالي. طب اروح عند ازاي عند العلامة البرتقالي؟ اركب مترو. بيعمل ايه ده؟ الله الله الله، تقريبا بينزل حليب ده ولا بتاع ده. حليب مين يا اسطى ده؟ ده دهان يا اسطى، دهان دهان حليب. دهان اهو، اوقعه لهم اوقعه لهم. استنى انا ما كنتش عايز اكلمهم. بليز دونت. ماشي ماشي، حاضر هدونت حاضر. اروح فين يا سعد بتقول؟ روح ارجع ورا. رجعت ورا. يمين بقى، فوق فوق يا اسطى. شمالك ده كده، شمال انت بتلف 360 درجه. مش كده مش كده، عارف الراجل الاهبل اللي واقف قدامك ده؟ اه يمين. يا لهوي وخربت الدنيا. خلاص اهو 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 من هنا. ايوه اشوف بقى اليمين دي الكهرباء اطلع عليها اهو اهو. ما اعرفش مروحه. ايوه بقى هو مومو بقى فوق. مومو فين؟ مومو انت مش تخش من باب يعني. مومو مومو، اه ده مومو. شوف صورته عامله ازاي اصلا قبل ما يتحول لقرد الروبوت. هو ازاي اتحول لروبوت؟ هو ايه ده؟ هو دي كانت صورته بجد؟ اه. وبعد كده استنى استنى بس على السريع كده اعمل حاجه، بوظ له بس السجاد بس اهو. عامل ايه؟ كلمه بقى. ماشي 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 ماشي. حاجة تانية؟ هو عايز كلمت. ايوه شو ايتم، وريله الصورة. اديته الصورة. ده متضايق جدا، اتعصب. هو متضايق اصلا عشان هو كان نفسه يخرج مع اصحابه، فاهم؟ اه بتنا. هو كله راح بقى حلو. لا اله الا الله، خلاص من النهارده ابقى صاحبك. لا ايه بقى فاهم؟ نزعل. هو عايز مجازين، انت عايز اربع مجازينات زي اللي هو الرهلك دي. قال لك قلت لك تروح اجمعهم بقى. طب ايه الجبازبين دي؟ المجازين دي يعني مسله. انا كده فهمت يا اسطى؟ مجله. اجيبها له منين؟ طب فين بقى المجازين؟ نوت بوك. ادي واحده هناك اهي، صح كده؟ اه اه. لعيبه ده انا لفيت، ده بيوري لك المكان. ابلع ابلع فعلا، اقسم بالله ده بيوري لك المكان. ده انا قعدت انا لازم اشغل دماغي. انا لازم اشغل دماغي. انا لازم اشغل دماغي واشغل دماغي. انا ابن عمه، انا ابن عمه، انا ابن زيته. انا ابن زيته.
بس كده الموضوع بسيط قوي يا سعد. ما نكبر الموضوع كده ليه يا اسطى؟ لا اله الا الله، بس ربنا يهديك يا اسطى والله. فين السجاد اللي هنا صح؟ السجاد اه كان القطه بتاعتنا كانت بتبوظ هنا برضه. ينفع ابوظ هنا؟ عايز ابوظ السجاد بتاعتي، عايز ابوظ دي بالله. فين يا اسطى المجلده يا اسطى؟ جوه 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 في كده مربع كده جوه. اه هنا. اه انا نسيت ان انا قطه والله. شفت بقى، ركز، اهم حاجه انك قطه، انت تتعامل كانك قطه بجد. صح كده، اهي هي دي. ايوه دي واحد اوت. ماشي ماشي، خلاص خلاص خلاص. فين المكان التاني؟ دور بقى. ايه اللي دور بقى؟ شايف كده يعني؟ دور يا حبيبي. ايه ده يا قلبت كلب ليه؟ انا بتكلم وربنا هوهوت من شويه. لا والله والله العظيم سمعتها بتهوى، ورب الكعبه يا ابني كانت بتهوى. انا بتهوى. فين بقى يا اسطى المجلده التانيه يا اسطى بعد اذنك يعني لو سمحت يعني؟ والله يا اسطى انا تهت يعني. بص انا اقول لك على حاجه. قول لي. دور دور كيف اي ممكن تلاقي اي زقه اي شباك، فاهم؟ عارف انت الواد اللي وقعت منه اللبن ولا انت ما وقعتش منه اللبن؟ اه بتاع اللبن دوت، عارفه اهو. قال لي بروح وقعها له، اقعد نونوله بقى، فاهم يعني؟ نونوله عشان يوقع اللبن. خده يلا. اه بخرب. ايه ده؟ ده متعصب. اه كده متعصب يعني كده هو بيسبني صح؟ الله يسامح. مش هرد عليك السوق بالسوق. ده بيمسح بيمسح الارضيه بيمسح الارضيه. ده شكله لازم اخش البيت عنده صح؟ اه بالظبط كده. صح كده؟ حسيت والله والله حسيت. المفروض يعني. سلام عليكم. يلا يا ادمن هنا. احنا بنعمل ايه بقى؟ احنا بنعمل ايه عشان نفهم؟ احنا بنقرا الكلمه اللي احنا فاهمينها في الموضوع كله في الانجليزي وبعد كده نترجم على مزاجنا. بالظبط كده. في شوف كده، في بتاع على اليمين كده، بص غسيل معده اهو. ايوه ده. اعمل بيه ايه؟ اغسل معده؟ السبيريت بقى اللي انت. لا ما انت خده بقى. سوبر ميت. معرفش منه ايه بس ماشي. فين بقى بتاع ديت؟ بص اطلع بره بقى، دور بقى في المدينه، دور بقى على مجازين. انت شايف كده يا انا صاحبي؟ بس في ناس يا اسطى بقول لك لو انت اديتني سبيريت هديك مجازين. فاهم حاجه؟ ايه السبيريت دي بقى؟ انت بقى اديله السبيريت اللي معاك، الغسيل المعده. لو انت اديت له السبيريت هديك مجازين. ففيك مجازين، فانت ما تروح تديله بدل. انا فاهم انا فاهم. ما تتعبش نفسك، ما تتعبش نفسك. خد مجازين واعطيني قطر العبدي يا اسطى. هو على مزاجك، هو مش عايز مجازين. خد مجازين وبالعافيه. عايز مجازين؟ اصحى يا قال لها البنطلون. هنا هنا المجازين، هنا المجازين. انا شايف ريحه مجازين. في اكل يا اسطى، استنى اما اكل. ها هلو. فتحت حاجه، فتحت حاجه جديده. اجيبها منين؟ إيه؟ ده الميموري. اه ميموري صح 7%. انت عايز مجازين؟ الولية مش عايزه مجازين. انت شكلك عايز مجازين. اسمع مني، انا عايز الكتريك كابل دي. ما عندكش اصلا؟ هم بيطلبوا مني حاجات اصلا؟ ايوه. بس انا احك رجليها، احك فيها شويه، احك نفسي فيها شويه. حكاكه كده فاهم؟ استنى، ده في ده في ده في واحد يا اسطى. انت هتجيب كابل، هتجيب كابل. حلو الكلام. هتروح تديك ستك. استنى بقى، يلا تجيب كابل. هتروح تدي الكابل للست دي، هتعمل لك قماش، هتروح تدي القماش لحد، هتديك مغازين، وبعد كده هتدي مغازين. مين يا صاحبي؟ مين؟ حوار يا اسطى كبير يا اسطى. دوت عايز مني ايه طيب؟ المشكله ان هو بيطلبوا مني حاجات انا مش فاهمها يعني. انت مستني مني اقرا ده كله؟ سلام عليكم. طب الحقيقه انا مش عارف دلوقتي اعمل ايه. ده حاجه باور تمام؟ ده اشيله؟ عملت انا ايه دلوقتي؟ خليه هنا على جنب. ماشي ده باور سبلاي، اعمل فيه ايه؟ انا قفلت المكيفات ولا قفلت ايه دلوقتي؟ انا عايز انزل. طيب بس اقول لكم على حاجه، الحاجه هي ان في ناس كتير قوي. لما انا قلت لكم في الفيديو اللي فات هاتوا لي اسم القطه واسم الروبوت تمام؟ فانتوا قلتوا لي اسمين. في ناس، في واحد قال لي اسم الدوت واسم دوت، وفي ناس كتير اتفقت معايا يعني. اللي هو اسمي القطه لوزي والروبوت جون تمام. فمن النهارده اسم القطه لوزي والروبوت جون. يلا يا لوزي. استنى احك نفسي فيه. القطه دي حكاكه قوي يا جدعان، تحك نفسها في اي حد كده ما ينفعش والله. المفروض يعني يمسكوا قطاتهم شويه. سلام عليكم. سلك كهرباء. هلو اوف ذا ماركت جيف يو سمثينج از مش عارف مين ده. انجليزي دي يا مرسي؟ دوت تقريبا ببقى ابدل معاه اللي هو البتاع دوت واخد منه السلك. اعمل ايه بالسلك؟ الله اعلم بقى. في ورقه اهي، استنى اخدها. يعني هو محتاج مشروب طاقه واحد بس، اجيب له منين مشروب الطاقه دوت؟ ما عنديش مشروب طاقه. في حاجه بتطلع هنا؟ طيب خلينا بس تحت كده نشوف ايه تاني ممكن يتعمل. دي ايه طيب؟ از مش عارف مين. ده هيكلفني 3 مشروب طاقه. اجيب لهم مشروب الطاقه منين؟ ثواني، مشروب الطاقه ممكن يتجاب من الكافيتيريا اللي انا كنت فيها من شويه. كانت منين الكافيتيريا؟ من هنا مشروب الطاقه. ايه ده؟ شكله من هنا. هو ليتس جو ليتس جو. محتاج 3 مشروب طاقه كمان عشان اجيب ال بتاع دوت. قول معايا، هدي الاول. هات 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 هات، خد مشروب طاقه. هير يو جو.
اخدت بتاعت النيو ايتم دي ميوزك ما اعرفش دي بتتعمل بقى ايه اقسم بالله. عايز مني بيدوروا على ايه دول بيعملوا ايه؟ لوك ات هايد جيم كلام فاضي. هو مش كلام فاضي بس انا مش هقرا ده كله الصراحه يعني. خلاص خلاص كفايه خلاص مش عايز منك حاجه. عايزين بقى نجمع 3 مشروب طاقه. نجمعهم منين بقى؟ انت وشطارتك بقى. اهو دي الحانه او المكان اللي هو بيعملوا فيه عصير يعني. السلام عليكم. يو وانت سامثينج؟ اه خد ده. خلاص خلاص. في حاجه هنا ايه؟ في ايه اللي حصل؟ واحد اتنين دي واحد دي ولا كام يا جدعان؟ بس انا عايز اكتب بتاع دوت عشان هنسى كمان شويه. كتبت الرقم دوت عشان برضه احتمال ايه يطلع لي بتاع دلوقتي. بتاعت الميوزك ديت يا جدعان اللي هي بتاعت البيانو غالبا. فاحنا محتاجين حد بيعزف بيانو عشان نعطي له بتاعت الميوزك دي. اهي جبت واحده كمان اهي بتاعت البيانو معايا منها اتنين ماشي. انا اول مره اجي هنا غالبا. السلام عليكم. هحكها فيك شويه بس. ايه ده ايه ده؟ اغمى عليه دوت ولا ايه؟ شكله حابب الموضوع اهو. يا جدعان انا عايزكم تساعدوني برضه في الكومنتات يعني. الحاجات اللي تلاقوها عطلانه معايا او الحاجه اللي انا فوتها قولوا لي المفروض كنت اعمل ايه. في واحد مرمي اهو ميت دوت ولا ايه؟ لا اله الا الله. طب ادفنوه طيب. طيب تقريبا هو كان متذكر الراجل دوت او عارفه شكله يعني. فبيقول ما اعرفش والله يا جدعان ما اعرفش عشان انا حاسس ان انا شويه وههبد يعني. فمش عايز اهبد اكتر من انا بهبده دلوقتي انا مش عارف اعمل ايه حقيقه يعني. في كذا لغز لازم اعمله في نفس الوقت ومعاه الكتريك كهرباء المفروض بتاع سلك كهرباء. مش عارف اعمل بيه ايه. انا المفروض انزل دلوقتي. انا هنزل تحت تمام وعايز اروح في مكان اللي انا شديت منه الكهرباء ده اشوف مكانه اللي بقى اشوف. السلام عليكم. انت لسه تمسح يا ابني؟ ما تسبش والله هسبك يا عم. وسع يا عم الواد ده. لا 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 خلاص خلاص خلاص. شكله بيشتكي لي من اللي فوق بس هو متعصب شويه يعني. عادي عادي اعذروه يا جماعه. ايوه ده ايه ده؟ ريمبر انا فهمت حاجه. المكان اللي بيبقى عليه اضاءه الزرقاء كده تقريبا بيبقى معظم ذاكره الروبوت اللي معايا اللي هو جون معظم ذاكرته بتبقى موجوده هنا يعني في المنطقه دي. هيقعد يركلك كتير بقى فاهم ازاي. فاحنا نقوم عاملين كده وتاب يوم هو عامل الذاكره بتاعته 14% تمام. انا كنت بجيب بقى بتاعت الذاكره دي منين؟ ميموري. اجيبها منين بقى بعد اذن حضرتك يعني؟ ايوه منين. خلاص 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 منين برضه. واحد اتنين اتنين. ايوه ذاكره مومو اهي. ده المطبخ وده مكان الراجل اللي مات وده العصير ولا بتاع الشوربه ولا اللي كانت محطوطه هناك دي المره اللي فاتت دي. وده وقت ريب هيومن. اركضوا في سلام يا ايها البشر يعني. طيب ديت مشروب طاقه اللي احنا محتاجينه اصلا ومحتاجين منه كمان اتنين بعد ديت يعني. محتاجين كمان اتنين غير اللي احنا ناخدها دي عشان نروح ناخد من الواد اللي هو قاعد دوت فارش وقاعد على الارض دوت. ده انا حاسس ان هو حرامي معرفش ليه الروبوت دوت. يا نهار ابيض ده سقف اسنانه متكسر. ليكون لازم ارجع ورا. في حاجه ورا لسه عاملها اصلا؟ يا رب ما اقدرش ارجع ورا عشان ايه. الحمد لله ما اقدرش ارجع ورا. يبقى انا منطقتي الحته ديت بس الحي دوت يعني. استنى في حاجه هنا في باب اهو. يا الهي شغل قطط يا عم. انا بفكر حاجه مهمه. السلام عليكم. ازيك يا ست الكل عامله ايه؟ اهو الواد اهو بيتكلم مع مين. ايه ده كان هيقع. الحق اجمد يا ما تجمد ده خرع يا المكان ده مره جيله تقريبا. لا جيت له قبل كده. اروح فين يا جدعان؟ انا تهت دماغي لجلجت. انا ما جيتش عند الوادي قبل كده. انام هنا ولا اعمل ايه؟ انا نمت. الله وشوفي دي بتبص لي ازاي عامله شعرها حركات وقصه ودنيا. خلاص قوم يلا قوم. السلام عليكم. انت عامله ايه؟ شوفها عامله الجيتار او البتاع دوت مش عارف اسمه ايه والله بس عاملاه بال بتاعت البنزين. الجيش بيقول لك الزر. طب انا ممكن اعطيها النوته. ممكن تحتاج النوته. استنى ممكن اعطيها النوته بتاعت الميوزك بس هي غير مش تبقى محتاجاها. عادتها عادتها النوتة. جامدة جدا والله العظيم جامدة جدا. يلا كفاية. ايوه بقى مزجينا بقى انا عايزك تمزجين. خلصت؟ اعطيها النوتة التانية. اوه شكرا لك على تلك الموسيقى انا سوف امارسها. اوه دو يو ثينك يو كان فايند مور؟ اه طبعا معايا واحدة كمان خدي. تموروز اسمها تموروز ساوند كول هير واتش ذات. يلا اسمع وشاهد ذلك. اسم موسيقى سبونج بوب دي ولا ايه؟ ده خدني بالموسيقى الى قاع البحار. تحسها موسيقى سبونج بوب والله. اه انا خدت ايه؟ ايه ده؟ سيف مش عارف ايه باسورد شو ده نازل لازم ده يترجم يا جدعان. بيقول لي انها مكتوب يتبع على ارقام لكنه تبدا هنا. كلام غريب عمال حتى بالعربي كلام غريب والله العظيم حتى العرب.
يجب ان نكون قادرين على فك هذا الرمز بطريقه او باخرى، انه من المحتمل المتعلقه بهذه الم... ماشي ماشي. طيب انا فاكر الكود واحد كم؟ الحمد لله انا كتبت 1 2 8 3. تعال واحد يا رب يشتغل بس. 1 2 8 ليتس جو. بتاعت موسيقى تانية اروح اديها لها. استنى هو محتاج كم واحدة موسيقى دي؟ خد خد انا اروقك ماكش دعوة بقى. يلا يلا بس يلا انا ما عليك اروقك عندي الموضوع ما تقلق. خد خد يلا وريني يلا هتعمل ايه. سمعني مزجني. ايه ده ايه ده؟ الو انا ماشي بالمعكوس يا جدعان، انا ماشي بالشقلوب. طب اشيل دي ازاي؟ لا اله الا الله يا جدعان. ايوه الحمد لله. ده يعلمنا ان مش اي حاجه نشوفها نلعب فيها، نبطل لعب شويه يعني. شغل القطط ده بطله والله العظيم، لازم نبطل شغل القطط ده. يا عم خلاص ما تخلص بقى، اديني بقى اي حاجه بقى. اديته 3 ميوزيكات وبرضه ما فيش فايده برضه يعني، عمال ياخد ما بيديش. المفروض يفيدني زي ما انا بفيده. لا اله الا الله، بعمل ايه دلوقتي يا رب؟ رب بقى يا رب بقى. هنا هنا هنا. ايوه ده مكان ميموري، ذاكره الروبوت اللي هو جون معايا. ذاكرة جون. خلاص بقى بضل لكلكة بقى يا جون، يا خرش يا جون، لكلكة قوي يا جون والله العظيم. دي بقى انا فيها معايا سلك كهرباء، انا بيه ايه اقسم بالله ما اعرف، انا بجد مش عارف. ثواني ثواني. لا مؤاخذة يا جدعان، بس حصل عطلي، حصل ما حصلش حاجة يا جدعان، انا اسف يا جدعان، انا ليه بتكلم اصلا؟ وانا عملت ايه؟ انا المفروض اطلع الحاجات دي عشان اوقعها يعني. هات دي، دي مذكرة، دي النوت، دي النوت اللي احنا محتاجينها. اسكيب يا عم، بطل كلام بقى كتير بقى. يا الله بقى ما تجيب اختصار، ده انت رجلك قوي. ماشي عايز اقطعها دي، اكيد ديت لو قطعتها هيحصل حاجه. ايوه كده، الصوره دي جامده قوي يا جدعان. واحد نايم انا ما خدتش بالي منه. تعال لحظه واحده. في حاجه بس جت في دماغي دلوقتي. هو مومو كان طالب مني كام واحدة؟ أنا معايا 1 2 4، في واحدة بقى في النص ما بينهم، 3 بقى، إن هو محتاج أربع بتاع. تعالى نروح نسأله كده، تعالى نروح نسأله عشان نتأكد. إزيك يا مومو؟ طيب خلاص نديله واحد تاني مثلا. أوه يو فاوند مش عارف مين، عطيته واحدة تمام؟ ماشي، أنا عطيته نوتين وهو معاه نوتة عطاها لي، فبيقول لي إن دي النوتة بتاعتي أصلا. أنا جيت عطيته النوتة، جيت أتذاكى معايا يعني، أتذاكى عليه شوية، فجيت عطيته النوتة بتاعته، فغالبا محتاج كمان واحدة يعني. دي مكان من الذاكرة تمام؟ ما دخلتش أنا هنا، المشكله ان انا ما دخلتش هنا المره. في لعبه اهي حلوه، دي لعبه جامده جدا يا جدعان، باك هوم 2 شكلها حلو، انا هجربها بعدين. موجوده اصلا اللعبه دي ولا بس موجوده في عالم روبوتات؟ في مكان هنا، ماي جارد، نط على الكمانيه نط. ثواني انا لقيت ايه؟ هو انا خدت ايه؟ نوت صح؟ نوت، انا لقيت نوت، انا لقيت نوت، دي نوت، انا لقيت نوت. عايز اطلع فوق هنا. طيب في مكان هنا بيعمل ظل كده او اضاءه كده، مكان يعني غير ما فاهم، غير مريح. عايز اخش في نور هنا اهو، عايز اخش. يا عم يا عم طلعني فوق. يا عم بوظ له بص الحيطه كده في السخان. بس يا انا عايز اتشعبط في الكيس ده واقعه. هذا انت، انت تبدو غريب وصغير ولكن هناك شيء يتعلق بك. يا الهي ما هذا؟ اشعر بانني مجبر على مداعبتك. لا كده بقى ايه نقول استوب باشا، سلام عليكم. يا ناقصه قله ادب، داعبني انا؟ داعبني دي ايه الكلام دوت؟ دعبنيش يا باشا، يلعب معايا يعني، يهزر معايا عشان القطه وكده، فاهمين يا جدعان؟ بتاعت عصير اهي، ناخد منها واحده يبقى لنا كمان واحده. نجيبها منين بقى؟ دور بقى انت وشطارتك فاهم؟ استنى يا جدعان، هازف هازف نوته، هازف نوته. لوزي لوزي ما شاء الله عندها موهبه من صغرها يعني، مش عارف ليه، ليه بوقعهم ليه؟ بوقع ليه؟ 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 اوه كويس ان وقعتهم، كويس. نعمل ايه بقى؟ نعمل ايه يا ترى؟ يا ترى نعمل ايه يا ترى؟ والله يا جدعان بقى اجيبها منين دلوقتي؟ ده عايز كارد، ده شكله عايز كارد. اجيب لهم كارد منين دلوقتي؟ لا اله الا الله، لا اله الا الله. في حاجه هنا يا مش حاجه هنا يا ابني. ايوه 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 ايوه. وقع وقع كله، وقع كله، ما تسيبش حاجه، وقعها وقع كله كله. يا يمكن نلاقي حاجه كده ولا كده فوق هنا اهو. ده مفتاح الخزنه يا جدعان، لقيت مفتاح الخزنه كويس. الله ما يشتغلش بقى، اشتغلي. ايوه كده غصب عنكم لازم تشتغل اصلا. فاينل ذا لاست نوت باك، لقينا اخر نوت باك، لازم نروح لمومو. خلاص اظبط بكره بقى، روح لمومو يلا، روح لمومو. انا هنا يا مومو، بس يا مومو بطل لك لك، امسك يا مومو. لحظة بس يا مومو، بكرش يا مومو بكرش. ايوه عايز انت ايه دلوقتي؟ استنى اما نترجم، هو عايز مني ايه دلوقتي؟ قطعة ايه؟ هو بيكلمني على قطعة بيقول لي ان احنا هنصلحها لك القطعة دي، قطعة ايه بقى انا مش عارف. هي دي؟ قطعة دي دي طيب يعني مش فاهم. اف يو انستولز مش عارف ايه، استنى يا جدعان اترجم لكم. بيقول لي اذا قمت بتثبيت ترانسفير
في اعلى هذا البرج يجب ان نكون قادرين على التواصل مع المدينه كلها، اللي هو سلك الكهرباء تقريبا اللي معايا. بيقول لي ربما لا يزال اصدقائي في الخارج، ان كان هناك مخرج فهم يعرفون ذلك. هو ده المكان، ومعايا السلك ومعايا كل حاجه. انت الوحيد السريع بما فيه الكفايه للتهرب من زوركس. نحن نحتاجك، انت دخيل صغير. وبيقول لي يعني ان انا السريع والاصغر حجما فيهم، ومعرفش ايه الزوركس دوت اللي هو تقريبا الكائنات اللي هي الطفيليات اللي انا بقول لكم عليها تقريبا يعني. فبيقول لي انت الاسرع فينا ومش عارف ايه، وانت ايه مبعوث لنا من السماء يعني. انا فين المبنى بقى؟ هو قال لي شاور لي على مبنى. فين المبنى بقى بعد اذنك؟ هو شاور لي كده، قال لي كده. فين بقى؟ انا ببص كده اهو، فين بقى ده قافل ال يعني ما عادش فيه رجعه، ما عادش فيه رجعه. نركب الجردل ونمشي. يلا لوزي، فين جون؟ ازيك يا جون؟ عامل ايه؟ جون مستخبي في الشنطه. دول الكائنات اللي هو بيقول عليهم. يا الهي ماذا ارى، يا الهي ماذا جرى. هو انا مهمتي دلوقتي كالاتي، شفتوا البتاع اللي هو صلحه لي؟ غالبا انا اروح اركبه في مكان ده، البتاع اللي هو ترانزفير اللي هو يعني دوت، المفروض اروح اركبه في مكان عشان مومو يقدر يتواصل مع اصدقائه ومش عارف. انا مش عارف ايه اللي دخلني في الموضوع دوت، بس ماشي يعني. على ورايا يمين شمال. سلام عليكم. سلام عليكم. اجي روح فين؟ روح فين؟ يا نسمة اطلع فوق 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 فوق. يلا يلا بس يلا من هنا. يلا يلا شوية طفيليات لعينة يقدروا يطلعوا لي؟ يلا اد منك ليه يا. يلا يا يلا شوية بينفجروا يا جدعان. طب هم ايه اللي بيخلوهم ينفجروا كده يعني؟ بيتعصبوا ولا بيعملوا ايه؟ لا لا اطلع فوق اطلع فوق. نعمل ايه بقى بعدين؟ افتكرت حاجة. نيجي كده. عيب عليكم يا جدعان، عيب عليكم. بس بصوا سيروش اهم حاجه، انا معاكم. لو عملنا سيف تقريبا جالنا سيف هنا في المنطقه دي. شكل المنطقه ديت ايه؟ خطرله. حلو جدا. انط اوبا. حاسس ان في هجمه كنت حاسس. اقسم بالله بسرعه في الباب، بسرعه بسرعه في الباب. كنت حاسس ان في هجمه مرتده تحصل لي دلوقتي. الله اد منك ليه ادي خير يا انا منكيو. يلا 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 ارجع تاني، ارجع تاني. ناس نفكر نعمل ايه بعد كده نبقى نروح له. المفروض بقى نعمل ايه بقى؟ المفروض نخش جوه البرميل وهم يجي يغتصبوني جوه البرميل. عندي فكره. تعال اهو بس كده خلاص. ده بيزحلق يا جدعان، المكان ده بيزحلق. ها يا شويه طفيليات منك ليها. ارجع يا المكان دوت المفروض اوقع دي بعد كده نخش من الفتحه المفتوحه دي. جميل جدا، شيء رهيب يعني الصراحه. دخلنا من الفتحه دي. بعد كده بقى او ماي جاد على المكان. مش عارف انا ليه حاسس ان انا شميت ريحه المكان. لا يا جدعان بقى ما تصلوا على النبي بقى، ما تهدوا كده فيه. خلينا ناخد نفسنا. انا هنزل تمام، هعمل حركه دلوقتي، هنزل كده اهو. سلام عليكم. يلا بقى يلا شوف لك كلبه منك ليه. يلا شوف لك يلا 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 بس يلا 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 بس يلا 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 بس من هنا. يلا يلا بعد كده هنا باشا. انا ماشي على فكره وخلاص يعني، عشان تبقوا عارفين بس يعني، تكونوا فاهمين ان انا عارفين ان انا رايح فين. ما اعرفش والله. اوه كلام لكلاك لكلاك لكلاك. افتح الباب واخش جوه تمام، بعد كده اقفل الباب من جوه تمام. حلو جدا. نفتح الباب ونجري نسحبهم. تعال وبعد كده ننط نعمل كده اهو. نجري بقى نجري بقى، ناخدها سبرنت بقى كده. نقفل الباب. يلا اد منك ليه. ده عامل بيه ايه طيب؟ ايوه انا عملت ايه دلوقتي مش فاهم. ادوني ساعتين افكر. طيب دي اكيد مش محطوطه عبث ومحطوطه متوجهه للباب، يعني انا اقدر اسحبها اطلعها بره. دي 1 بوينت يعني. دي نقطة. افتح الباب كده. جات لي فكرة. كده؟ ده كان نطلع هنا فوق. يا سلام اقسم بالله عبقرينه. شد قطط مع بعضينا بعد الفيديو. نقعد ننونو لبعض مش هنكمل. ننسى لغة البشر. والله ايه اللي بلع صعب؟ ايه ده يا صعب؟ تعال تعال حل علي اهو اهو. دي واحدة ميسي اهو. انكر ميسي؟
السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. اطلع الصين. ودي يا سعادة ده بينفجروا يا. بيروحوا يتعصبوا كده ويروحوا منفجرين. عامل مملكة ما تبنيش في فضاء. عارف الاغنية بتاعت لا لا مش هقول عشان ما نعملوش اعلان فاهم؟ بيوسف مش عايزين نقول عشان ما نعملوش اعلان. نعمل له اعلان يا ناصر. يا عم في فلوس دفع الاول على فلوس. فلوس يلا فلوس. نعمل له احنا اعلان. المفروض تنظر ولا ايه؟ المفروض انا احط السلك صح؟ ماشي او احط دي بس. ايوه ديت بقى عشان ده عشان مومو يتواصل مع اصدقائه تقريبا. ايوه باللاسلكي. فين بقى اللاسلكي معاك؟ ها؟ ايوه معكش اللاسلكي؟ ايه ده يا صاحبي؟ انا فوتت. انا فوتت حاجه بجد ولا ايه اللي حصل؟ وانا معايا سلك بس لا سلكي لا ما عنديش. لا سلك لا سلك ده انت بتعمل منه قماشك منه ده. ايه اللي جابني بقى هنا؟ حطيه رساله. ايه ده بقى؟ لوك انوت. فين النوت يا صاحبي؟ بقول لك انا خارج المدينه خارج البتاع دلوقتي قاعد في البتاع ده. حلو جدا البتاع ده. استنى بقى ما ماشي. قول هذا يا نكره قيد الحياه. ماشي هو في بار. هو في البار يا اسطى. عارف البار انت كنت فيه؟ عارف ده. اروح له يعني؟ يا فاسد. هو بيقول لك هو في البار فاسد مومو والله العظيم. وساب لك انت جريت في الحته دي. بيقول لك ان هو ادالك الكود عشان اقفل المكان فانت تعرف تخرج بالكود. اطلع بقى بره ورا كده. لا ثواني هو اعطاني كود. لحظه بعد اذنك. لا مش هنا يا عم. بص هو ده الكود. بتهزر؟ ده اعطاني قناه يوتيوب. رابط قناة يوتيوب. رابط قناة يوتيوب يا ابني والله. خلاص هسه مو ده لك فشخ. انت روخ هنا يعني؟ هنا بقى. هو الكود بقى. هو الروبوت حافظ الكود مش انت فاهم؟ والله طب كويس. ده شيء كويس. ايرور ورننج كي. ماشي. انا فكرت اتحبست جوه يعني. تخيل كنت رايح افشخ موم اقسم بالله. انت بتشتغل ازاي وانت اصلا محبوس؟ تفكرني. اروح فين؟ بس انا وقع لهم الكوره دي. هو ده مومو؟ ابو يا اسطى ورم. يلا بينا يا باشا. ايه ده؟ ايه انت فاهم حاجه ولا عيب عليك. عيب عليك. بيقول لي تعالى نقعد جنبي يعني. المفروض انا ماشي. شفت يا اسطى عيب عليك. انا مش قلت لك؟ بيقول لي استنى ما اشوف كده البتاع ده هيشتغل ولا لا. اهو هو بيحاول دلوقتي يتواصل مع البتاع فبيقول لهم يعني انتوا سامعيني ولا لا. هم سامعينه. ويت ازات يو زعبولة؟ اسمه زعبولة. لا يا عم اسمه زبلطازر. زبلطازر ده كده انيل. اي كان بليف ات اي ام سو هابي تو هير يو فويس زعبولة. وير ار يو ار ذا اذر ار ذا اذر. اوكي يعني يا هل اذر ار هل الجميع بخير؟ هو يس بش يس. ده بقى البش دي هي اللي انت بتقول عليها. البش دي بقى هلو دو يو ستيل هير مي؟ يس اي هيل يو. حلو جدا. انا بقول ايه؟ هيتعصب زعبولة؟ صاحب زعبولة هيتعصب. خلاص يا مومو. ايه ده يا مومو؟ ما تعصبش يا مومو. مش حاجه مستاهله والله. ايه ده بس؟ ما تعصبش يا مومو. يا مومو ما تعصبش. ايه ده متعصب؟ ايه ده متعصب؟ ايه متعصب؟ ايه متعصب؟ ايه متعصب؟ لا ده لك فشخ. ده لا لا لا. ايه يا عم انت ده في ده ماله ده؟ ده ايه ده بتتكلم من انت؟ لا استنى عشان في ويبن وفي حاجات كتيره جدا. استنى ما نترك. هيز فازر والده ماله بقى؟ كان يعمل على بعض الجديد. كان بقول لك ايه تقريبا ان والده كان بيعمل على سلاح لقتل الزوركس اللي هم الطفيليات. سلام عليكم. انت لسه متعصب؟ انت لسه خلاص راح اشتمهم لك واجي.
تعزاش. You know your father will have wanted to help us. ده انجليزي ده يا مرسي. Will that was to be ماشي ماشي ماشي. I think I have any طيب ماشي ورينا الايديا بتاعتك. يلا اخلص عليا. هتعمل ايه؟ هتكسر باب ولا ايه؟ يا ابن اللعيب يا مومو يا ابن اللعيب. Not back and show it hey take this. ها ماشي ماشي. Find the secret lab المعمل للعثور على المختبر السري. طيب ماشي. في مومو. مومو خضتني يا مومو. مالك يا مومو؟ اهدى يا مومو بس هديك النوت. فين النوت يا مومو؟ هي دي. خد يا مومو ديت. ابوك كان موصيني ان انا ابعتها لك. زير ا سيكريت روم هير ان اور فلات بات وير ان يور مخك. معرفش صدقني انا اعرف اقول لك. بما هناك ادله مخفيه في مكان ما هنا. اوه فلنبحث عن ادله مخفيه. هناك ادله مخفيه هنا ولا هنا؟ هناك شيء ليس كده يعني. ايه يا عم؟ في ايه يا عم؟ في ايه؟ مالك؟ وقع وقع دي كمان. وقع دي جايز نلاقي حاجه تحتيها. قود والله. وقع ده كمان. اوقع كل اللوحات اللي في البدايه. طب يا جدعان لقينا مكان سري هنا ورا اللوحه دي. بس انا اوقع اللوحه دي بس لحظه. ايه ده بقى؟ طيب والتل يعني ايه؟ ما اعرفش. المهم ان احنا لقينا الكود دوت. نعمل ايه بقى؟ ما اعرفش. نكلم مومو. بيقول يعني ان انا ما كنتش اعرف المكان دوت وازاي انا كنت فوتته يعني. فوتت حاجه زي دي. I have no idea what the password called be. يعني ما يعرفش الباسورد ده يكون ايه يعني. المفروض دلوقتي ان انا ايه يجي وظيفتي انا بقى كقطه ادور على الباسورد. منين؟ الله اعلم. اوه لو هي 2 5 1 1 2 5 1 1 اقسم بالله ظبطت. تايم والتل انا معرفش انا تل بس عامه. طيب انا شفت 4 ساعات فاكيد 4 ارقام هيجي منهم يعني. نيفر سين ذس روم اي كانت بيليف هي مانجد تو هايد ات فروم مي اول ذس تايم. انا مش مصدق هو ازاي كان خافي عني الحاجات ديت كل هذا الوقت يعني. ايه رايكم انا بترجم يا جدعان؟ هو تقريبا يا جدعان ابو الواد دوت كان بيحاول يصنع سلاح عشان يقدر ان هو يرضع او يرضع مش يرضع اللي هو يرضع باللغه العربيه مش يرضع انه انت فاهم صح؟ الطفيليات اهو جايب طفيل اهو وعمال يعمل تجارب عليه حركات. طالما فيها تقيله كده يبقى فيها حاجه. ايوه فيها حاجه. ليتس جو. اخدت ايه والله ما اعرف. ايوه ده البتاع السلكي اللاسلكي. نكلم بقى اخونا دوت. فايند اني ثينج ان ستاند. ماشي ما انا جبت. خد ويت اي ريمبر ذات. بيقول لي ان هو متذكر حاجه زي ديت. ان هو متذكر اللي انا اعطيتها له يعني. بيقول لي ان ده تراكر متتبع. بابا always used that tracker to keep. بيقول ان ابوه كان بيستخدم التراكر دوت عشان يشوف هو ابنه رايح فين يعني. ده بيقول احنا ممكن نستخدم حاجه زي دي عشان نعرف هو مكانه فين. I can't believe my بابا miss still be alive missed him so much. ان هو يعني مشتاق له so much يعني كتير يعني. بيقول ان هو يعني ابوه خد سلاح من دوت. We just need to repair the tracker so we can find him someone in the slums. استنص اللي هو الحي اللي احنا فيه دوت. ماشي بيقول يعني اروح معاه عشان نشوف حد في الحي يقدر يساعدنا يعني. طبعا انا جيت هنا تاني عشان ادي ما حصلش حاجه ليه. طب يا جدعان انا الحقيقه لازم اوقف هنا لان انا عديت يعني حوالي ساعتين بصور فمش عارف الفيديو ممكن ياخد له قد ايه. فانا عايزكم برضو تكتبوا لي في الكومنتات تحت ايه اللي المفروض اعمله الحلقه الجايه برضو عشان ابقى داخل فاهم ايه اللي المفروض يحصل. احنا وقفنا على البتاع اللي هو التراكر دوت عشان نحاول نبحث على ابو الولد اللي احنا كنا عنده اللي احنا جايبين من عنده تراكر. نبحث عنه عشان هو اللي بيصنع الاسلحه اللي بترضع الزرق. فبس كده الفيديو بتاعنا هيخلص النهارده. لو انتوا عندكم حاجه فضلونا تحت في الكومنتات وبس. اشوفكم الفيديو الجاي. مع السلامه. كوبيس.